والدور اللي هو للبناء راح يكون اصعب. احنا دورنا ككشافة اسلامية جزائرية في الجزائر عامة هو بناء اصعب حاجة في البناء، اللي هو بناء الفرد، بناء الانسان، بناء الطفل، بناء الشاب، وحتى يكون هذا هو الهدف الاساسي تاع الكشافة، بناء الفرد، ماشي البناء، نقولوا المساهمة، لانه كان بزاف جهات تساهم في بناء العائلة، تساهم الحي، تساهم المدرسة، تساهم الشارع، تساهم. احنا ككشافة نحاولوا اننا ناخذ دور كبير في بناء هاد الشباب حتى يكونوا فاعلين في مجتمعهم، وكي يكون فاعل بيان سور راح يكون فعال وبناء في مجتمعه وبناء لبلده ما شاء الله. ومازال الحديث يطول مع مختلف افواج الكشافه اللي راح تحضر معنا اليوم في هذا العدد الخاص، العدد المكيف واللي يناسب واللي يتوافق مع ذكرى الخامس جويلية 1962. حنزيدوا نشاهدوا حاجات اخرى من عندكم، ولو انه حبيت نتناول معك المناسبه اللي كانت بالامس. نعم. تلاقات كامل الكشافه تاع الجزائر في العاصمه بالامس. نعم، هي وطنيا، هي وطنيا احتفالات مفروغ منها، رسمية احتفالات يعني رسميه وطنيا في 58 ولايه. الكشافة الإسلامية الجزائرية موجودة في جميع الولايات وتحتفل مع السلطات، مع العائلات، مع الأسر، خاصة بهذه المناسبة العزيزة. البارح في الجزائر العاصمة، بما أنه احنا في العاصمة، شاركنا في الاحتفالات المنظمة من طرف ولاية الجزائر. الكشافة الإسلامية الجزائرية كانت بقوة، حيث كانت هناك ما يسمى بقافلة الذاكرة المحروسة. الانطلاقة كانت من أعالي القصبة، من باب جديد، بحضور 1000 كشاف. وهذا رمز، هذا رسالة. طبعا. ونزيد نعطيك الرسالة الكبيرة، أنه الألف كشاف انقسموا إلى 6 مجموعات، وكل مجموعة سميت على اسم شهيد. احنا قلنا أنه مفجر الثورة كانوا 6 المجتمعين في لابوانت، اللي هما نسموهم إن شاء الله برك مصطفى مبولعيد، ديدوش مراد، العربي المهيدي، كريم بالقاسم، محمد بوضياف ورابح بيطر. نعم طبعا، كل مجموعه سميت على اسم من هذا المفجر، وكل مجموعه دخلت من باب القصابه الخمسه، والفود السادس مشى مع الطريق على سستاره على السور وهبط. وين راحوا؟ انا كنت حاضر في الاحتفال. ابناء القصبه رحبوا بالكشافه بطريقه رهيبه، فتحوا لنا منازلهم. الكشافين كيما هادو دخلوا المنازل في القصبه، وكانوا كان كشافين اول مره يزوروا القصبه، قعدوا منبهرين، حتى انه ابناء القصبه قلت رحبوا بينا وفتحوا لنا منازلهم، ودراري عرفوا شنو القصبه، ونعرفوا الدور الكبير تاع القصبه ابان الثوره التحريريه، وين فرنسا كيما يقولوا دوخوهم. شكون فينا ما يعرفش علي لابوانت؟ وشكون فينا ما يعرفش علي عمار وجميل ابو حير؟ كلها رموز. نعم، للثوره خرجوا كامل. كيما بالامس الشعب الجزائري فتح بيبانه للثوره الجزائريه. نعم، ولقادتها. نعم. اليوم الشعب الجزائري. نعم. فتح بابه لهذا الجيل حتى يعرف صالح، باش تعرف هابطين في القصبه وصغاري النساء واللي جان يجيبوا لهم في المبارد، واحد الصوره رائعه. بعدين التقينا لتحت كامل، بما انه القصبه كما يقولوا تولي شماما ساحه الشهداء. صح. نعم، هبطنا كامل لساحه الشهداء، ودرنا كما يقولوا مسيره من ساحه الشهداء الى الولايه. طبعا مع شركائنا من المجتمع المدني، لاديجيات وفنون وثقافه والجمعيات، وحتى الشيء الجميل العائلات كانت بقوه مستدفه في الكوتي، حتى كان اللي مشى معنا في المسيره وتصوروا فرحانين وعيد الثوره، وواحد الاجواء. واش نحكي لك صراحه؟ لا توصف، كيما نوصفها لك. محسودين عليها.